رشا الاستاذ جلال دودار انا ما اشتغلتش معاه لانه هو كان في جريده الاخبار وانا في اخبار اليوم، انما تلمست نفسي على ايديه. ازاي تلمست نفسي على ايديه؟ احنا النهارده عاملين صفحه كامله في اخبار اليوم وانا كاتب هذه القصه وكاتب مقال ايضا قبل المقال اللي زميلتنا الاستاذه الهام ابو الفتح كاتباه في الصفحه النهارده، ويمكن عنوان مقالي هو اللي اتاخد عنوان الصفحة لأنه أستاذ الخبر. أستاذ الخبر. أنا دخلت أخبار اليوم بس بدأت في جريدة الأخبار أيام المرحوم الأستاذ حامد زيدان وأنا لسه طالب في الجامعة. عرفت من أيامها الأستاذ جلال دودار، هو قامة كبيرة من يوم ما عرفته. والأستاذ جلال دودار من أبرز القيادات الصحفية في تاريخ المؤسسة، والأستاذ إلهام ما تقول إن إحنا كنا بنقول عليه صاحب المؤسسة أو صاحب الدبتة فعلا، لأن عمري ما أدخل الجرنان إلا إما يكون هو أول من يدخل الجرنان وآخر من يخرج منه، وكان بيتولى السهر بالليل عشان تغيير الطبعات لسنوات طويلة. أستاذ جلال دودار أنا بقول لحضرتك أنا تلمست نفسي على إيديه. ليه؟ لأنه كنت أسمع عنه كويس قوي وأتابع نشاطه وأتابع شغله في الجرنان أتعلم منه، أنا أتعلم منه. وكان ما يقابلني يسألني بقى ما تعينت في الجرنان على تفاصيل كثيرة في مجال تخصصي في مجال الجامعات ويناقشني فيه ويشد على يدي في اللي أنا بعمله. قلت الاستاذ جلال مهتم بال يعني ده ادق التفاصيل، فاكتشف انه اول ما بدا حياته كان محررا لشؤون الجامعات ايام لطفي حسونه وهو لسه طالب في الجامعه، فتخصص في الشان الجامعي. ولما كان بيراسل الجرنان وهو طالب عشان محاضرتك هو يعني معجون صحافه، معجون صحافه، وعشان كده ربنا الحمد لله يعني اداله طولة العمر ان يظل في الجرنان 65 سنة، يعني من اكثر القيادات اللي شربوا مهنة الصحافة وادوا لمهنة الصحافة. فمصطفى امين لما شاف الشاب ده او الطالب ده عمال يراسل الجرنان وبحث عنه واكتشف انه ما زال طالبا، قرر ان يعينه محررا تحت التمرين ب 12 جنيه ايام. ده كان رقم معقول رهيب، ده كان الخريج الجامعة بياخد 6 جنيه ولا 8 جنيه ساعتها يعني. وهو كان يتميز بالجدية والانضباط. نعم تشوفيه كده زي ما حضرتك أشرتي إن كنت قلقانة جدا من المقابلة وخايفة من هنا استقبلك وحاول إن هو يهدي من الراجل. ليه؟ لأن لما تشوفي وشه التجاهم كده شوية انضباط وجدية، إنما من جواه إنسان ما فيش بعد كده. تتليه نظرة كده تحت النظارة كده تكتئلي. وكان دائما يشجع الشباب المتميز. وممكن أبرز اللي أنا كتبتها النهاردة من أبرز من شجعهم وساندهم لأنه اكتشف تميزهم الله يرحمه الأستاذ ياسر رزق. وكان يكاد يكون ابنه اللي نقول عليه المدلل، لأنه وقف جنبه لأنه شاف تميز مش موجود في بين أقرانه. بالضبط، بين أقرانه. والله يرحمه الأستاذ ياسر رزق، احنا فقدناه منذ أيام قليلة. كان بيساند ياسر بشكل كبير جدا لأنه شاف فيه مستقبل واعد لهذا الشاب وشيء متميز. وده أنه يترقى الأستاذ جلال دودار في جريدة الأخبار إلى أن تولى رئاسة التحرير. هو أطول واحد تولى رئاسة تحرير الأخبار لمدة 14 سنة، كفاءة لا تجديها في أي مكان. فنتمنى من أبنائنا الصحفيين الشبان إن هم يشوفوا تاريخ هذا الرجل ويستفيدوا منه، لو عسى إن هم يسيروا على ربنا يرحمه ويتولاه برحمته ونعزي أسرته. والأخت ماجدة دودار أخت شقيقة الأستاذ جلال والأسرة كلها، لأنه فعلا أثر فينا كلنا، سواء من تعامل معه بشكل مباشر أو تعامل معه عن بعد يعرف وقيمة الأستاذ جلال دودار. الله يرحمه. الله يرحمه. هو حضرتك قلت جملة مهمة جدا إحنا للأسف مفتقدينها اليومين دول، إن هو كان بيكتشف المواهب. بالضبط.
زي ما لو مصطفى يساندها أمين ويساندها زي العظيم مصطفى أمين اكتشف موهبة وهو تلميذ مصطفى أمين وده اكتشف موهبة مصطفى أمين اكتشفه وبالتالي وقف بجانبه أيضا موهبة ده اللي احنا مفتقدين اكتشاف المواهب الحقيقية مش المزيفة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي.